السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين بكل خير. وصل اليوم تويوتا هايلوكس موديل 2023، كما تلاحظون أبرز التغيرات صارت في الخط. طبعا هذا وارد خليج، وارد السعودية سوف يكون بخط شعار الأسد، بنزين SR5، محرك 4 سلندر، سعة 2.7 لتر. أعطونا رأيكم حول الخط، أيهما أجمل؟ أضواء أمامية LED، كشاف الضباب، طبعا الجير عادي دبل، مقابض الأبواب عليها كروم، والمرايات عليها إشارات وكروم. القنوط مقاس 16 حديد. هذه الداخلية، شاشة مقاس 7.5 إنش، تدعم اندرويد اوتو وابل كاربلاي. داخلية باللون الاحمر، مقاعد الصف الثاني، فتحة تكييف. لا تنسوا اخوان الكرام الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، وشكرا لكم.